أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية. شمال سيناء أعلنت عن أسماء الفائزين بوحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة. كفر الشيخ استقبلت 2000 مستفيد يوميا من تدريب الألعاب ضمن مبادرة بداية جديدة. أما في الدقهلية فتم تقديم أكثر من 4 مليون خدمة ضمن 100 مليون صحة منذ إطلاق النسخة الثانية. وفي الشرقية تم رصف وتوسعة وازدواج طريق فقوس الصلحية القديمة بتكلفة بتصل ل 690 مليون جنيه. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة شمال سيناء أعلنت أسماء الفائزين بوحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة، وبلغ عدد الفائزين 411 فائز، وتم إصدار الموافقة من قبل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية. وجهت المحافظة المواطنين الفائزين في قرعة وحدات الإسكان بضرورة البدء في إجراءات استلام شقائهم حسب الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة. استقبلت أندية ومراكز شباب كفر الشيخ متوسط 2000 مستفيد يومياً من حزمة التدريبات المقدمة من خلال خطة النشاط للمراكز والأكاديميات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، خاصة أن جميع مراكز شباب المحافظة وعددها 248 مركز و22 نادي رياضي بيقدموا البرامج والأنشطة المتنوعة وفق الخطة الموضوعة وضمن المبادرة الرئاسية، إلى جانب نشاط الأكاديميات الرياضية وتدريب اللعبات الفردية والجماعية. في الدقهلية أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة تقديم 4,290,000 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية. وحملة 100 يوم صحة استقبلت من خلال منشآت الرعاية الأولية نحو 2,845,480 خدمة طبية. شهدت محافظة الشرقية تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق فقوس الصلحية القديم بطول 16 كيلومتر وبتكلفة 690 مليون جنيه، ليمثل محور مروري هام بيساهم في استيعاب حركة السيارات وبيعمل على تخفيف حدة الزحام داخل مدينة فقوس. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 22 رحلة طيران دولية من بين 156 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان، وبيأتي ذلك من الساعة 10 صباحاً للساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. ونشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. أكدت محافظة أسيوط تنفيذ الأنشطة والفعاليات اللي بتقدمها المديريات والهيئات والشركات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في إطار تكاملي وتعاوني في كافة المجالات، وقامت مديرية العمل بتوفير 62 فرصة عمل جديدة للشباب ضمن المبادرة الرئاسية بداية. في بني سويف أكدت مديرية الصحة إجراء 42 عملية جراحية ضمن مبادرة الفريق الواحد اللي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والعمليات اللي تم إجراءها تنوعت ما بين عمليات جراحة عامة وجراحة مسالك وعظام وأنف وأذن ورمد. شهدت جامعة أسوان افتتاح مبنى المدينة الجامعية مدينة ناصر للطالبات بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة. تأتي هذه الافتتاحات في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.